أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الفخر والشان أنكم فمن لم يصلي عليكم لا صلاة له. هم القرآن والتوراة والإنجيل وهم السماء بأنوارها وهم الملائكة في التنزيل فلولاهم لم يخلق الله بشرا ولم يكن هناك تكبير ولا تهليل فبجدهم قد استنار الكون كافة وتلاه أمير المؤمنين قرآن عدميل ومن فاطم الزهراء خذ أنوارها فلا تحلو المجالس إلا بذكرها وصلوات وتهليل. يطير الهنا بالله مر علينا يطير الهنا بالله مر علينا ليلة فرح ميلاده علينا نصيح بصوت حبك يا علينا فارض على الأرض والسبع العليا. بجرجود الرضا الليلة شملنا لطف رب العلا بحقه شملنا لفين المولد جامع شملنا نهدن الحيدرة وام الزكية. أملاك السما نزلت تهاني إلى الكاظم بتقدم له تهاني وشعبيت النبوة بتهانين ولد نور الرضا وانتشر فيه. تليلي بالشعر والنظم ينشد وعلى بحر الإبل وفاد تنشد تزور الضامن وبحماه تنشد وبحبتنا للشيع أكبر هدية صلي صلوات صل على محمد وآل محمد صلوات. نرفع اسم آيات التهاني والتبريكات إلى مقامنا موسى الله الأعظم الخلف الحجة عجل الله تعالى فرجه وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والتسعة المعصومين من ذرية الحسين جميع
ونرفع اسم آيات التهاني إلى مقام مراجعنا العظام الأحياء منهم والأموات، وإلى أنواركم التي تضيء هذا المجلس المبارك، فطهروا القلوب وزينوا الأفواه وعطروها بالصلاة على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هناك بضعة مني أو قطعة من كبدي تدفن في أرض خريسان، فمن زارها عارف بحقها ضمنت له الجنة. هناك المقامات التي مكن الله سبحانه وتعالى أن تكون ملاذا ومنفذا للعباد، وأن تكون الباب المهيئ للإنسان المؤمن، للإنسان الصالح، للإنسان الصادق العامل، تهيئ له لدخول في رحمة الله عز وجل. ولكم في رسول الله قدوة حسنة. إذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو يخبرنا بمكانة أحفاده المقامات المرموقه عند الله سبحانه عز وجل، بحيث ان تعترف باليقين، ليس باللسان وليس بامور موضه ساريه. الناس تاخذ للاسف سفرها موضه، حتى تتحدث الناس عنهم إنهم ذاهبون لزيارة الأئمة سلام الله عليهم، ولكن لو بحثت في داخلهم لما وجدت شيئا من اليقين ولا الإيمان. يجب أن الإنسان يعترف بهذا الحق مكانة وعلما، من زاره عارفا بحقه، يعني عارفا مقامه، عارفا مكانته، عارفا إمامته، عارفا انتسابه، من هو ولمن ينتسب. وهنا الموجب الأكبر أن يتسم الإنسان بأخلاق هذا الإمام الذي أنا وأنت نقصد إليه، يجب أن نسلك سلوكه، نسير على طريقه، على نهجه، ليس لحب الدنيا وليس لحب الجاه ولا المناصب ولا الكراسي. هناك شيء يأخذ بك إلى رحمة الله، لأنك ستسأل عنه يوم تقبر. يوم أنا أندفن في هذه التربة محلي، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما راح يسألوني عن أبوي وعن أمي وعن أختي وعن أخوي وعن صديقي وعن عمي، لا، يسألوني عن ربي، عن نبيي، عن كتابي، عن ديني، عن أئمتي. يسألونك عن الإمام باسمه. يجب أن تعترف اعترافا كليا بهذا الإمام الذي أنت تتجه إليه أو تقصد إليه لزيارته، ليس للتبضع وليس للشر هذا بين العالم، حتى لا نسيء إلى الأئمة سلام الله عليهم بتصرفنا وإساءتنا إليهم. يجب هناك حكمة، يعني نفسه من نفس رسول الله، من زارني عارف بحقي، حتى الإمام رضى سلام الله عليه يقول من زارني عارف بحقي ضمنت له الجنة. الزيارة تتوجه بالقلب بالعقل خاشعاً متضرعاً، لأنهم هم الباب المؤدي إلى رحمة الله، هم السبيل إلى الله لتنال الرحمة
يجب عليك الالتزام بهم والاقتداء وتأخذ مما أعطوك في هذه الحياة الدنيا. لولاهم لم نكن شيئا مذكورا أبدا، لأنهم هم إتمام النعمة، هم الذين أنعم الله عليهم، هم إتمام كمال الدين، هم الذين لولاهم لما تعلمنا الخلق، لما تعلمنا علمنا الذي للآن أصبح العلم مهجور، وأصبح الدين كالرسم فقط بين الناس. نأخذ بهذا اليقين اعترافا ويقينا إن هذا الإمام إذا أنا وأنت ذهبنا إليه كأننا ذهبنا إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وآله. معترفا بأنه هو إمام. الاعتراف عمي مو بس فقط أعرف أن هذا الإمام الرضا، أنا أروح أزوره وأعرف أن هذا الإمام الرضا، لا، يجب أعرف مكانته، أعرف نسبه، أعرف دينونته، من أين أتى وكيف صار وكيف وجد وكيف تحمل وتعنى وعانى في هذه الحياة الدنيا. ليش؟ من أجلك، لأنك جزء من الإمام. كن على علم إنك جزء لا يتجزأ من الإمام سلام الله عليه. شيعتنا خلقوا من فاضلي طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا. يا ابن رسول الله صف لي هذه، اشرح لي الآن. قال لأن الله سبحانه عز وجل لما خلقنا قبل أن يخلق الأرض والسماء جعل نورا تحت عرشه، جعل نور تحت العرش، وجعل منهم نجوم وشهب. هناك أيها المؤمن أيها العزيز، الملائكة تسأل الجلال الأعلى سبحانه وتعالى ما هذا النور الذي خلقته يا رب وفاق نوره الشمس والقمر، شنو هذا النور يا رب؟ قال وعزتي وجلالي إنه لنور محمد وآل بيت محمد. يا رب هناك نور بجنب نورهم، ما فاض من خلقتهم تحت العرش في جنب نورهم، وما هذا؟ قال ولعزتي وجلالي إنه نور شيعة علي بن أبي طالب. يعني خلقوا من فاضل طينتنا، ما فاض من خلقتهم ونورهم. أنت خلقت، أنت كونت، فاجعل هذه الخلقة تلتزم بأخلاق أهل البيت، بسلوك أهل البيت، لا تجعلها سخرية. إذ تعترف بالإمام اعترافا وأنت جزء منه، وجب عليك أن تحترم هذه النور وهذه الخلقة التي أنت فيها. ما قال أمير الموحدين سلام الله عليه، إن اعتراف أمتنا بنا جزء من أعمالنا، جزء من أعمالنا. لما الإمام يعمل عمل صادق وصالح أنت جزء منه، جزء لا يتجزأ. الاعتراف، الاعتراف بالإمامة، طيب هذا إمام، أعرف أن هذا إمام واعترف به إمام، وأن تعترف بخلقته بنوره انتسابه تكوينه قبل أن يكون هذا التكوين،
فالانتساب الصيرورة إلى الشيء، لما نكون نحن ندعي إننا من أولياء الله الصالحين الذين والوا أهل البيت بصلاح وإخلاص ووفاء، لا نترك المجال إلى أي إنسان يتجرأ على ديننا وعلى أئمتنا. بماذا؟ أن نكف ألسنتنا. الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نحافظ على هذه الأئمة، نحافظ عليها بماذا؟ بالإيمان، بالاعتقاد. ليش أنا أسب فلان وفلان 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 أخلي أحد يسب أئمتي؟ ليش أنا أغلط حتى أتسبب بالخطأ على أهل البيت سلام الله عليهم؟ أن أكون أنا السبب. لما يجي إنسان يسب الإمام علي، منه كان السبب؟ لأن أنا أسب أبوك، أنت ما ترضى، راح تسب أبوي. المجتمع اعتقادات ومنافذ وأمور تتوجه بها الله سبحانه وتعالى، كل على صيرورته. فنحن اعتقادنا بأهل البيت لا يضاهى به أبدا ولا يباهى فيه إنسان، يكفي أن الله هو الذي يتباهى بهم، هو الذي خلقهم. يا إمام تلو الإمام. فالإمام الرضا سلام الله عليه عاش عمرا ليس حبا في خلافه وليس حبا في أمور دنيوية وليس حب في مال ولا في جاه. الإمام خلق وسيلة بعلمه، بأخلاقه، بسلوكياته، بتصرفه، أصبح بابا من أبواب الله. أنا وأنت لما نقصد باب من أبواب الله، لما نتوسل إلى سلما يرقى بنا إلى السماء. لما توسل بإمام، أنا مو أتوسل بإمام جعلته مكان الله، لا، جعلته وسيلة. أنتم في الدنيا وسيلتي حتى أصل إلى مبتغاي عند الله. أنا عندي يقين أن هذا الإمام لولاه ودعوته لما وصلت، لما استجيبت دعوتي. لما أدعو بالإمام حتى لأنه الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يغفر لي ذنبي، حتى يشافى بدني، حتى يصفيني وينقيني في الحياة الدنيا وأوصل إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق الإمام. الاعتراف بمكانته، الاعتراف بعلمه، الاعتراف بإمامته، الاعتراف بنسبه، إنه الجاه المتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى. بإمكان الله سبحانه وتعالى أن يجعله في بقعة غير هذه البقعة، حتى لو في بيت جده، بإمكانه أن يكون في المدينة، في مكة. لماذا تغرب هذا التغرب وأصبح وحيدا غريبا؟ ولكنه مؤنسا لمن زاره. قال أنيس النفوس، أنت تقعد متوجها إلى ضريحة، شوف نفسك شلون ترقى إلى السماء، شلون روحك ترتاح. فهو الطبيب، هو المشافي بأمر من الله سبحانه وتعالى. يوم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وهو في بطن أمه، كانت تتنزل الملائكة على تكتم، فتكتم تخاطبه
وهو في بطنها. بني أشعر بثقلا في بطني على غير عادة، أشعر بثقل وتحركا منك يا بني. قال أمه إن ليس أنا الذي أتحرك، أنا ما أتحرك، ولكن الملائكة تصلي من خلفي في بطنك بالصلاة على محمد وآل محمد. كلما نزلت الملائكة تحف بتكتم وهي تكبر وتهلل وتبعث السلام يا من في بطنها، إن الله عز وجل يبعث إليك سلامه، يبعث لك سلامه. لما تدخل الملائكة تقول السلام عليك أيها الرؤوف، وهو في بطن أمه، فيرد عليهم السلام، وعليكم السلام ملائكة ربي. شعور لا يوصف عند الإنسان، ولكن علينا أن نجعل أئمتنا مكانة الذي جعلهم الله سبحانه وتعالى. ليس أرفع من الله ولا أقل مكانة عند الله، مكانة عند الله، مو مكانة من مقام الله، لا، مكانة عند الله. نتوجه لهم كل صبح ومساء ونذكرهم في الصلاة. أئمتي أنتم عدتي يوم فقري وفاقتي، يوم أحتاج إليكم أيها الأئمة تكونون لي زينة ونورا في قبري. إذا ليش تسأل عنهم يوم القيامة؟ ليش الملائكة تسألك عن أئمتك بعد الله سبحانه وتعالى والدين والكتاب واليقين؟ تسأل عن إمام تلو الإمام، ويجعل لسانك طلقا باسمهم طالبا العفو والمغفرة. تطلب من الله قبول العمل، قبول التوبة بجاههم. تقصد إليه تقول له يا سيدي يا مولاي توجهت إليك، اسأل من الله لي الشفاء، اسأل من الله لي القضاء. توجه الإنسان بإخلاصه، من زاره عارفا بحقه. أحد المؤمنين يعمل خارج إيران في السويد، ويعمل عند رجل تاجر. هذا رجل التاجر عنده ابنة واحدة فقط، بنت واحدة، وأصبحت الله يكفينا وإياكم مريضة. صرف كل أمواله على هذه البنت لشفائها، ولم يتمكن الطب من شفائها. يوم من الأيام هذا الأخ الإيراني قال له أنا أبعثك لطبيب، أعطيك عنوان طبيب وتروح لهذا الطبيب وإن شاء الله ستشفى هذه البنت. قال وين هذا الطبيب؟ قال أنت تروح إيران. قال أنا ما أعرف شيء بإيران. قال تعال معي. عقد النية وذهب إلى إيران، ذهبوا إلى مشهد مع هذا الرجل مع ابنته. قال أعطيني عنوان الطبيب وأذهب. قال لا أنا أخذك. عند الفجر أخذه إلى مقام الإمام الرضا سلام الله عليه. قال أنت وين موديني؟ قال لا أخذك إلى الطبيب، وديك للطبيب هذا الدكتور. قال شلون؟ قال تعال. طلب من الحراس أن يفتحوا الباب، قص عليهم القصة، فتحوا له الباب، قال اترك ابنتك هنا.
قال ما يصير، قال لا اتركها وامشي. يقول ما هي إلا ساعة تركها ورجعت تارة أخرى وإذا هي قائمة كأنها لم يكن فيها شيء من المرض أبدا. ما بك يا ابنتي؟ كيف أصبحت؟ قالت والله يا أبي رأيت نورا يخرج من هذا القفص، هكذا تقول، نورا يخرج من هذا القفص ويسري على بدني. فسعد هذا الرجل ودخل الإسلام وتشيع على يد هذا الطبيب الذي ما يخيب إنسان إذا توجه له. تبي ما يخيبك لا تخيبه، امشي مثل ما مشى، مثل ما تريد يتوجه لك توجه له بيقين، لا تكون ذهابي أنا للتجارة فقط أو لرؤية الناس، توجه بإخلاص بوفاء لهذا الطبيب لهذا الإمام، هو الذي ينقذك. انقذوني من ذنوبي عند الله، تطلب ينقذونك من ذنوبك حتى. ليش النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنقذنا من شر أنفسنا وتحمل على عاتقه كل شيء؟ اللهم ثقل علي وخفف على أمتي، من وهذا يقدر يقوله؟ ويعلم احنا مذنبين، يعلم اننا مسيئين، ويطلب لنا الاستغفار ويطلب لنا الشفاء ويقربنا منه. ولكن علينا أن نكون على يقين، الاعتراف بالأئمة، الاعتراف بمن خلقهم الله نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لا نكون نحن سببا بإنجاس أسمائهم، نحن سببا نكون لما نسيء إلى أئمتنا بتصرفاتنا بأخلاقنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى بجاهه عند الله أن يشفع لنا ويقضي حوائجنا وحوائجكم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل يا رب على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين وشيعتهم أجمعين. قال ابن عباس لما كان الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه بين خارجا وداخلا إذ بأملاك من السماء هبطت وقبلها حوريات من الجنة قدمنا على يد الإمام باستئذان فدخلوا على تكتم وإذا بذاك الرؤوف في بطن أمه يرد السلام كلما سلموا عليه السلام عليك أيها الرؤوف وقال عليكم السلام يا ملائكة ربي. يقول نعم حتى جن ثلثي الليل فأخذوا يسألون عن هذا الغلام المطهر فجلسنا نساء الجنة حول تكتام يا دونها ما تدري من النساء عند الولادة فتقول لها امرأة من النساء الجنة يا تكتام أما تشعرين بألم أو مخاط؟ قالت لا والله لا أشعر بذلك. تقول حتى جن الليل وبنى بي ذلك الفجر وإذا بالأمين جبرائيل ينزل معه عجلة من الملائكة فحفوا بتكتم
فما بهم حتى رأوا أنوار تشق السماء والأرض. يقول: فجاء ببردة من السماء جبرائيل فأعطى الإمام سلام الله عليه، فجعلها الإمام الكاظم على جسمي تكتم. يقول: والله ما جعلت هذا الحجاب أو هذه الرداء إلا ونورها يشق السماء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين والشيعة أجمعين. يقول: نعم، فبدأت الملائكة تحف بها والأنوار تشق من جانب إلى جانب. يقول: والله ما رفعت ذاك الرداء وإذا بنور الإمام الرضا يشق السماء شقا. صلي وسلم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل يا رب على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين والشيعة المؤمنين أجمعين. يقول: فجاء الإمام الكاظم سلام الله عليه فأخذه بين يقول: فأذن في أذن وأقام في أخرى وبلغه من ريقه. وإذا بالإمام سلام الله عليه يذكره آل البيت أجمعين من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل يا رب على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين والشيعة أجمعين. فأخذ يذكر الأئمة إمام تلو الإمام حتى وصل إلى آخر عهد للإمام المنتهى أمره إلى الله. يقول: ففرح النبي في قبره، وفرح أمير المؤمنين والزهراء، وفرح الإمام الكاظم، فصدق الشاعر حيث يقول: سمع، أفلح من صلى على وعلى علي والبتول، يا سامعين النداء محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل يا رب على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين والشيعة المؤمنين أجمعين. يقول: فأخذه بين يدي فأنزله إلى الأرض كأن عمره 10 سنين، وقف مكبرا مهللا. يقول الإمام الكاظم: وإذا بالملائكة نزلت أجمع وصفت خلف الإمام سلام الله عليه تصلي على رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول: ثم نظر إلى السماء فرأى أحرفا من نور، فقال: ما هذه الأنوار؟ قال: إنها حرف عين ولام وياء. فقال: ما سرها؟ قال: إن العين عين الله في الحياة، وعين الرأفة والرحمة، ولا حرف اللام لام الناهية عن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحرف الياء يفيض الله الدنيا بأنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل يا رب على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين والشيعة أجمعين.
يقول: والله فنظرنا كأن الناس تهتف من كل بقعة ومكان، وإذا بتكتم تقوم من فورها، فتقول: رأيت أنوارا بين داخلة وخارجة. يقول: فسألت: ما أن هذه المرأة التي فاق نور السماء والأرض وفاقت نور الملائكة؟ قالوا: إنها بضعة محمد صلى الله صلوا على محمد وآل محمد. إن شاء الله الأصوات ما تخفت عند الله وعند الإمام صاحب هذه الليلة. إن شاء الله أبي تردون وياي. قل: لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا فاطمة الزهراء وعليا ولي الله، صلوا على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، يا فاطمة الزهراء وعليا ولي الله. لا إله إلا الله ومحمد رسول، يا فاطمة الزهراء وعليا بعد. لا إله إلا الله ومحمد رسول، يا فاطمة الزهراء وعليا ما سمعك. لا إله إلا محمد، يا فاطمة الزهراء وعليا. أو هذا الحفل منصوب في رأفة المحبوب، هذا الحفل منصوب في رأفة المحبوب، كل ما ذكرناهم ذكرنا رسول الله، كل ما ذكرناهم ذكرنا رسول الله. لا إله محمد رسول، يا فاطمة الزهراء وعليا. ولا إله إلا الله محمد رسول الله، فاطمة عليا. ويحضركم الحجة الليل واللجة، يحضركم الحجة إن شاء الله في الليل واللجة، يا فرحة وبهجة بذكرك رسول الله، يا فرحة وبهجة بذكرك رسول الله. لا إله محمد رسول، يا فاطمة الزهراء وعليا. لا إله إلا الله، لا إله، يا فاطمة أو نهني الكاظم ويشفي المألم، نهني الكاظم ويشفي المألم، يا فرحة تلم بذكرك رسول الله، يا فرحة تلم بذكرك رسول الله. لا إله محمد، يا فاطمة الزهراء وعليا. هلا لا إله، فيها الرضا مكتوب عشقك يا محبوب، فيها الرضا مكتوب عشقك يا المحبوب، والذوب فيك القلوب يا رسول الله، والذوب فيك القلوب يا رسول الله. لك لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا فاطمة الزهراء وعليا ولي الله. في ايدك الكتاب مغفور يوم الحساب، وبيدك الكتاب مغفور يوم الحساب، في جمعة الأحباب ذكروا رسول الله، في جمعة الأحباب ذكروا رسول الله. يا فاطمة لا إله إلا الله، لا إله، يا فاطمة الزهراء عليا ولي الله.
والله يمتى بعد زورة في ديرة مقصورة، يمتى بعد زورة في الديرة مقصورة، لقصور معمورة بذكرك رسول الله، لقصور معمورة بذكرك رسول الله. لا يا فاطمة لا إله بالله يا معين في كل متجمعين، والله يا معين وكلنا متجمعين، حسنية الياسين ذكروا رسول الله، حسنية الياسين ذكروا رسول الله. لا إله ما سمعك ما سمعك. لا إله إلا الله محمد رسول الله يا فاطمة الزهراء. ونحضر الماتم مهما بنتألم، ونحضر الماتم مهما بنتألم، من المنبر نتعلم اسمك رسول الله، من الكرسي نتعلم اسمك رسول الله. لا إله تبارك الله. إيه لا إله يا جد الحسن وحسين، احفظ هذو الحاضرين، يا جد الحسن وحسين أن تحفظ الحاضرين، بجاه الحسن وحسين عقدك رسول الله، جاه الحسن وحسين عقدك رسول الله. لا إله إيه بالله. لا إله يا فاطمة الزهراء عليا ولي الله صلوات. إيه إيه صلواتك صلواتك. وياه وياه يا علي يا علي وياي وياي غواصاً على السفن ما هاب من الأمواج، غواصاً على السفن ما هاب من الأمواج، وغوص في قاع البحر ما هم مني لهاج، والحوت ليش شافني، والحوت ليش شافني عند جدامي بينحني، تسأله كوس البحر ملنا نشوفك من حني، قال يا كوس قال يا كوس لا تلومني، سمعته ينادي علي سمعته سمعته ينادي علي اللي نوره للعرش وهاج. ها هلا بيك يا علي يا علي يا علي. صبح ومسا وليل نصرخ فاطمة، صبح وعصر وليل أصرخ فاطمة، يا رب بجاه نور هنجينا من النار الحاطمة. إلهي بحق فاطمة نجنا من النار الحاطمة،
لو كانت ذنوبي بحار عندي أمل في فاطمة، لو كانت ذنوبي بحار عندي أمل في فاطمة، ما تخيب أمال الموالي لو تمر على النار تشوفها ثلج باسمك ابن يذكر فاطمة. وصيح بصوت وصيح بصوت يعلم الله بعالمه، ولني بحساب القبر للنور واصل فاطمة. يا فاطمة هلا بيك ما سمعك. باسم الرضا ينعقد كل هم تراه يزول، هو الطبيب اللي ذيب أمر الله كل شي يزول. تقصد وعارف بحقه كل همك وغمك زول، بالزور بيقين صادق واذكر رسول الله بصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن صوتك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني هناك من واجب حقا علينا أن ندعي لهم، من المرضى من المرحومين، بالخصوص أنا لما أدخل هذه الحسينية ما أشوف عمي حج حسين، عمي حج جاسم، عمي حج عباس، وكل مرحومين أهل البيت سلام الله عليهم، وعلماء أهل البيت ومراجعنا العظام. إن شاء الله نقرأ الآية 5 مرات ونتوجه بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعا. أجب المضطر إذا دعاك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، كلنا مضطرين ومنك طالبين أن تشافي وتعافي كل مريض من مرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، بالخصوص الحاضرين هذا المجلس المبارك. إذا أحد عنده مريض أو هو مريض في نفسه، إلا أن شافيته وشافيت مرضاه وقضيت حوائجه ويسرت أمره. اللهم احفظ وسدد مراجعنا العظام جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وتغمل وترحم على أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والشهداء والصديقين والصالحين والصالحات، بالخصوص من فقدناهم من هذا الجمع، ومن خصوص من فقدناهم والقائمين على هذا المجلس، سيما العم حاج حسين وحاج جاسم وحاج عباس وجميع أموات الجالسين، وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم جميعا. رحم الله من قرأ لهم الفاتحة تسبق الصلوات على محمد وآل محمد.